مما بدت ثورتنا الجميلة دي، ونحن بتمر علينا مواقف منها الحلو ومنها المر، ومهما كانت المواقف اللي مرت عليك سعيدة أو حزينة حتظل في دواخلنا ذكرى جميلة جدا. عشان كده احنا قررنا نوثق اللحظات دي ونخليها للزمن، وعشان برضو نوري الناس اللي بتنتقدنا جمال ثورتنا ونضالنا. المواقف الحلوة اللي لقيتني في القيادة، الكلام ده بالضبط حصل الأسبوع اللي فات. كان معي ولد خالتي، هو عنده أزمة، فضايق شديد من الكتمة والجوطة بتاعت الناس، وبعدين هو كان بكوري، الحاجة دي بتخليه يتضايق، ونفسه بيكتم، فلما نفسه كتم فبقى يقول لي أنا عايز بخاخ. قعدت في حتة وبدأت أمشي أفتش في بخاخ، سألت أول ناس قالوا ما عندهم. مشيت قدام شوية لقيت مرة كبيرة شوية، فقالت لي إنه هي عندها، ادتني له استعملناه، وبعد ما استعملناه وبقى كويس اتحسن شوية، مشيت أرجع لها البخاخ، فقامت قالت لي وينو الزول العيان؟ قلت لها قاعد هناك. قامت مشت معاي، قالت لي عايزة أشوفه بقى كيف، فمشت معاي، سلمت عليه وقالت له بقيت كيف وكده، وقامت ادته البخاخ، قالت له إلا تشيله. فصرت عليه شديد إنه لازم يشيل البخاخ ويخليه معاه، لأنه هي ما محتاجة له، وإنه هي معاها تاني واحد. فدي كانت حلوة، حاجة حلوة شديد منها إنها تديه حاجة زي دي، وإنه برضه تطمن، تيجي تطمن على زول ما بتعرفه، كانت حاجة حلوة.